بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان، أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية. نستعرض مع بعض منهج شهر أبريل، وبنقول إن منهجنا الشهر ده بيكون من الوحدة الثانية، عنوانها عالم بلا حدود. عندي موضوعات القراءة نور والجغرافيا ومن قصص القرآن الكريم، بجانب الفصول المقررة علينا من قصة عقبة ابن نافع أو فاتح أفريقية، الفصول 12 و13 و14 و15. عندي بقى موضوعات النصوص، كان عندي نصين هما الاثنين نص شعري، التعاون وكن بلسما. التعاون للحفظ، كن بلسما للدراسة. آخر حاجة بقى القواعد النحوية، عندي الفعل اللازم والفعل المتعدي، وعندي الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. نشوف بقى موضوعنا النهاردة هيكون عبارة عن الدرس الثاني من وحدتنا عالم بلا حدود، وعنوانه الفعل اللازم والفعل المتعدي. ده موضوع من موضوعات القواعد النحوية الجميلة جدا، لكن عايزين تركيز مع بعض ونخلي بالنا من كل هنقولها مع بعض. النهاردة أول حاجة الهدف المعرفي والوجداني والمهاري. المعرفي يتمثل في معرفة الفعلين اللازم والمتعدي. الوجداني الشعور بالفرق بين الأفعال اللازمة والمتعدية، والمهاري إنك تقدر توظف الأفعال اللازمة والمتعدية في سياق الكلام والكتاب. شوف مضمون الدرس بتاعنا النهاردة، بقول لك الفعل بينقسم إلى قسمين، فعل لازم وفعل متعدي. اللازم زي ما هو ما فيهوش أي مشاكل، المتعدي بقى هنكتشف إن فيه ثلاث أنواع. بقول لك فعل متعدي لمفعول به واحد. النوع الثاني فعل متعدي لمفعولين. آخر نوع بقول لك فعل متعدي لثلاثة مفاعيل. يبقى ادي الفعل بتاعي لازم ومتعدي، المتعدي فيه عندي منه ثلاث انواع، متعدي لمفعول به واحد، متعدي لمفعولين، متعدي لثلاثه مفاعيل. نشوف بالتفصيل بقى ايه الموضوع ده. اول حاجه الفعل اللازم، الفعل اللازم بقول لك هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، بمعنى إن الفعل ده ممكن يجي في جملة فيها فاعل فقط مش محتاج لمفعول به. نشوف بقى مع بعض الملاحظة الهامة دي، بقول لك هذه الأفعال اللازمة وما بعدها يعرب فاعلا. إيه بقى هذه الأفعال؟ يجب، ينبغي، يحسن، يمكن، قبح، حسن، طاب، قصر، ظهر، احمر، اخضر، جمل، انكسر، تحطم، اطمأن، شجوع. يبقى هذه الأفعال بقول عليها كلها أفعال لازمة. دول كام فعل عندي؟ 12 و4 16 فعل. بالنسبة للفعلين اللي هم احمر واخضر، مش مقصورين على اللون الأحمر والأخضر بس، لا طبعا كل الألوان، احنا جايبين دول على سبيل المثال، يعني احمر، اخضر، اسود، ازرق، ابيض، اصفر الى اخره. تمام كده؟ وبقيه الافعال دي كلها بقول عليها كلها افعال لازمه مش بتحتاج لمفعول به، والكلمه اللي بتيجي وراها مباشره تبقى
فاعل مع بعض. الأمثلة بتاعتي جيب لك المثال اللي قدامنا، نبت الزرع. عايز أطلع من هذا المثال الفعل اللازم، الفاعل بتاعه والمفعول به. بنقول في هذا المثال الفعل اللازم هنا نبت. برافو عليكم. الفاعل مين اللي نبت؟ الزرع. جميل. طب هل يا ترى في مفعول به؟ هو المثال كله عبارة عن جملة مكونة من كلمتين، يبقى المفعول به أساسا مفيش. طب الجملة كده جملة مفيدة وكاملة ولا لا؟ جملة مفيدة وكاملة. نبت الزرع، أنا بقول لك معلومة خلاص، الزرع نبت خلاص، مش محتاج بقى لمفعول به. طب نشوف المثال الثاني، عاد الطالب من الامتحان. الفعل اللازم عاد، برافو عليكم. مين اللي عاد؟ برافو، الفاعل اللي هو الطالب. طيب المفعول به، اوعى تقول لي من، من دي حرف جر. هتقول لي بقى المفعول به الامتحان، لا طبعا، الامتحان جاي قبلها حرف جر، يبقى ده اسم مجرور، يبقى المفعول به ايه؟ زيرو، مفيش مفعول به. المثال اللي بعد كده، يذهب العامل الى المصنع. نفس المثال اللي فوق، الفعل اللازم يذهب، مين اللي بيذهب؟ العامل، يبقى هو الفاعل، والمفعول به مفيش. برافو عليكم. المثال الأخير، طال وقت الاختبار. الفعل بتاعي هنا طال، مين اللي طال؟ اللي هو الفاعل، كلمة وقت، يبقى المفعول به الاختبار، صح كده؟ لا، برافو عليكم. الاختبار هنا ايه موقعها الاعرابي؟ مضاف اليه مجرور. ليه؟ علشان الكلمه اللي قبلها اسم نكره، وكلمه الاختبار اسم معرفه، يعني اي اسمين يجوا جنب بعض، الاسم الاول نكره والاسم الثاني معرفه، يبقى الاسم الثاني مضاف اليه فورا، يبقى المفعول به هنا برضو مفيش. برافو عليكم. ايه بقى الفعل المتعدي؟ بنقول الفعل المتعدي هو الذي يرفع فاعل، تمام؟ طب ما الفعل اللازم كان بيرفع فاعل، ايه الفرق بقى بين اللازم والمتعدي؟ ان اللازم كان لا ينصب مفعول به، انما الفعل المتعدي بقى بيرفع فاعل وبينصب مفعول به واحد او مفعولين او ثلاثة مفاعيل، يبقى ده الفرق. اللازم مش بينصب مفعول به، مش محتاج. الفعل المتعدي لازم يكون عنده يا اما مفعول به واحد او اثنين او ثلاثة، تمام كده؟ طيب نشوف بقى بعض الافعال المتعدية اللي بتنصب مفعولين. ظن، حسب، زعم، خال، وجد، علم، منح. أنا كمان، ألبس، أعطى، كسى، رأى، جعل، منع. دول كام؟ دول 13 فعل، يبقى 13 فعل. أول ما نشوف أي واحد من ال 13 دول على طول وأنا مغمض عيني أقول إن ده فعل بينصب مفعولين، يبقى مهمتي إن أنا أطلع المفعولين اللي موجودين في جملة بها أي فعل من هذه الأفعال ال 13. ظن وحسب وزعم وخال ووجد وعلم ومنح وألبس وأعطى وكسى ورأى وجعل ومنع. جميل. ايه بقى الافعال المتعدية اللي بتنصب ثلاثة مفاعيل؟ نركز بقى مع بعض. ارى، انبأ، نبأ، اعلم، اخبر. دول خمس افعال، أرى وأنبأ ونبأ وأعلم وأخبر. الفعل المتعدي
يجوز أن يتصل به أحد الضمائر الآتية: كاف الخطاب، أو هاء الغيبة، أو ياء المتكلم، آخر حاجة ناء المتكلمين. يعني ممكن أقول: ضربك. ضرب لوحدها دي فعل متعدي. كاف الخطاب هنا بقى ضمير اتصل بالفعل المتعدي. طيب ضربه هاء الغيبة، ضربني ياء المتكلم، ضربنا ناء المتكلمين. تمام كده، نخلي بالنا من النقطة دي. بعض الأمثلة ونركز بقى مع بعض في الجدول بتاعنا. المثال اللي قدامي: فهم الطالب الدرس. طيب عايز أطلع الفعل المتعدي والفاعل وأطلع المفعول به. أول حاجة في هذه الجملة مين الفعل؟ فهم. طب ليه أنا حكمت إن الفعل ده متعدي ما قلتش عليه لازم؟ علشان هنا الجملة دي فيها إيه؟ حاجة مهمة جدا. أيوة، مفعول به. مين اللي فهم الأول؟ الطالب. طيب فهم إيه؟ ماذا فهم الطالب؟ يبقى الدرس هو المفعول به. سميت الفعل فهم متعدي لأن الجملة بتاعته فيها إيه؟ مفعول به. برافو عليك. طيب الجملة الثانية: ظن أحمد الجو باردا. الفعل المتعدي بتاعي ظن. مين اللي ظن؟ أحمد، يبقى فاعل. طب المفعول به يا ترى هيكون إيه؟ هو أحمد ظن إيه؟ ظن الجو ماله باردا. يبقى المفعول به هنا عندي كلمتين، يبقى ظن فعل من الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين بهما. الجو مفعول به أول، وباردا مفعول به ثاني. طيب بص بقى للمثال ده: منحت المتفوقين جائزة. الفعل فين هنا؟ منح. طب ما الايه التاء دي؟ التاء دي ما دام عليها ضمة تبقى هي الفاعل، بقول عليها تاء الفاعل. يبقى منحت عبارة عن كلمتين، منح وتاء الفاعل. طيب خلصنا من الفعل والفاعل، المفعول به ايه بقى؟ برافو عليكم، زي المثال اللي فوق بالظبط. هو انا منحت مين؟ منحت المتفوقين. منحتهم ايه؟ جائزة. تمام، يبقى المتفوقين مفعول به اول، جائزة مفعول به ثاني. نشوف بقى المثال ده وبقول لك: اخبر القائد جنوده النصر ممكنا. نركز بقى مع بعض. الفعل بتاعي أخبر. مين اللي أخبر؟ القائد، يبقى هو الفاعل. أخبر من؟ جنوده والنصر وممكنا. التلاتة دول كلهم مفاعيل. جنوده مفعول به أول، النصر مفعول به ثاني، ممكنا مفعول به ثالث. طيب الفعل اللازم هنا، دي بقى ملاحظة مهمة جدا: لا يجوز أن يتصل به أحد هذه الضمائر الآتية: كاف الخطاب، ولا هاء الغيبة، ولا ياء المتكلم، ولا ناء الفاعلين. على عكس الفعل المتعدي بيجوز أن تتصل به الأربع ضمائر دول. تمام، نشوف بقى المثال بتاعي: ذهبك. ينفع نقول ذهبك؟ ينفع نقول ذهبه؟ ينفع نقول ذهبني؟ ينفع نقول ذهبنا؟ غلط، لا يجوز. كل دول الضمائر، هذه الضمائر لا يجوز أن تتصل بالفعل اللازم. تمام؟ طيب في بقى نقطة مهمة جدا بقول فيها إيه؟ يمكن تحويل الفعل اللازم إلى فعل متعدي بـ
زيادة همزة على أوله أو تضعيف الحرف الثاني. إزاي بقى؟ هنا هنتلخبط؟ لا نخلي بالنا. عندي فعل لازم زي خرج الرجل، خرج الرجل خلاص فعل وفعل مش محتاج مفعول به. أنا عايز أحول الفعل خرج ده من لازم إلى متعدي، يعني أحط له مفعول به. هقول إيه بقى؟ بزود همزة على أول الفعل وأقول أخرجت الرجل. أخرج ده فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، أخرجت مين؟ الرجل. الرجل هنا أهو كان فاعل، هنا بقى تحول إلى إيه؟ مفعول به. يبقى الفعل خرج كان فعل لازم، في المثال الثاني هنا حولته إلى فعل متعدي وعملت له مفعول به. تمام كده؟ إيه بقى؟ فرح الرجل، هضعف الحرف الثاني، فرح هنا فعل لازم ما فيهوش، الجملة بتاعته ما فيهاش مفعول به مش محتاج، فهضعف الحرف الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الراء، فبقول فرحت الرجل. تمام؟ وكان ممكن على نفس المثال ده لما أقول خرج الرجل هقول إيه؟ خرجت الرجل، يعني أنا اللي طلعته. تمام؟ خرج يا إما أزود عليها ألف أو همزة هقول أخرجت، أو أضعف الحرف الثاني وأقول خرجت. طيب فرح ممكن أقول أفرحت، يعني أنا اللي فرحت، أفرحت الرجل أو فرحت الرجل. تمام؟ يبقى الفعل اللازم بتاعي ممكن يتحول إلى متعدي عن طريق زيادة همزة في أوله أو تضعيف الحرف الثاني. تمام كده؟ طيب بقول لك تذكر أن الأفعال الناسخة كان وأخواتها لا توصف باللزوم أو التعدي لأنها أفعال ناقصة، يعني أي فعل من كان أو أخواتها ما أقولش عليه لا لازم ولا متعدي. ليه؟ علشان دي أفعال ناقصة بتحتاج إلى اسم وخبر. أقول لك كان الجو باردا، كان ما ينفعش يتقال عليها فعل لازم أو متعدي عشان لا ليها فاعل ولا لها مفعول، دي اسم وخبر، اسم كان وخبر كان. إعرابي ونركز فيه مع بعض. نجح الطالب في الامتحان. الكلمة وإعرابها، نجح والطالب وفي الامتحان. نجح فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع بالضمة، في إعرابها ثابت أي حرف جر بقول عليه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بعد حرف الجر الامتحان اسم مجرور بحرف الجر فيه وعلامة جره الكسرة. شوف نموذج آخر. يقتحم الجنود معسكر الأعداء. الكلمة عربها، هذه الأربع كلمات بتوعي. يقتحم فعل مضارع مرفوع بالضمة، الجنود فاعل مرفوع بالضمة، معسكر مفعول به منصوب بالفتحة، الأعداء برافو مضاف إليه مجرور بالكثرة. نموذج تاني. جعل الله البشر شعوبا. جعل الله البشر شعوبا. جعل فعل ماضي مبني على الفتح. الله لازم أقول لفظ الجلالة
فاعل مرفوع بالضمة. البشرة مفعول به أول منصوب بالفتحة. طيب جعل البشرة جعلهم إيه؟ ماذا جعلهم؟ يبقى مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. نشوف بقى المثال ده. أعطت المعلمة المتفوقين درجات عالية. أعطت المعلمة المتفوقين درجات عالية. أعطت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث. ما دام التاء عليها سكون يبقى دي تاء مين؟ التأنيث. لو عليها ضمة هتبقى تاء الفاعل. برافو عليكم. المعلمة هي التي أعطت، يبقى من قام بعمل الفعل يبقى فاعل مرفوع بالضمة. المتفوقين مفعول به أول منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. أعطتهم ماذا؟ درجات. مفعول به ثاني منصوب بالكسرة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طب الدرجات دي كان شكلها إيه؟ آلية، يبقى نعت منصوب بالفتح. نشوف بقى المثال الأخير. بيقول لك أخبرت المعلمة التلاميذ النجاح ممكنا. كلمة وإعرابها. أدي المثال بتاعي كامل وأقول أخبرت. برافو. فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث. من التي أخبرت؟ المعلمة فاعل مرفوع بالضمة. أخبرت من؟ التلاميذ مفعول به أول منصوب بالفتحة. أخبرتهم ماذا؟ النجاح مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. النجاح ده كان ماله؟ ممكنا مفعول به ثالث منصوب بالفتحة. نشوف بقى دلوقتي من هذا الدرس معرفة الفعلين اللازم والمتعدي، وكمان الشعور بالفرق بين الأفعال اللازمة والمتعدية. التدريبات بقى اللي معايا المرة دي، جايب لك قطعة. إن الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة، وهذا الأمل هو الذي يصنع الطموح. فمن يظن الأمل صعب المنال يخب مسعاه، فاعمل بجد حتى تحقق ما تريد. أول حاجة أعرف الكلمات الملونة. أول كلمة الأمل، علشان أعرف إعراب الكلمة لازم أعرف إيه اللي قبلها. اللي قبلها إن. فاكرين إن؟ برافو عليكم. من الحروف الناسخة. ما بعد إن اسم وخبر. اسم إن بيكون إيه؟ برافو. اسم إن منصوب بالفتحة. جميل. الحياة على قيد الحياة. قيد اسم والحياة اسم. الاسم الأول اللي هو قيد نكرة، والحياة معرفة، يبقى الاسم الثاني برافو عليكم مضاف إليه مجرور بالكسرة. نشوف الكلمتين التانيين. يظن وما سعاه. يظن فعل شرط ناقص، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. مسعاه فاعل مرفوع بالضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. برافو عليكم. استخدم. عايزك تطلع لي فعل لازم وتقول لي الفاعل بتاعه. كمان عايزك تطلع لي فعل ينصب مفعولين وتقول لي ايه هما المفعولين دول. اخر حاجة عايزك تطلع لي فعل متعدي لمفعول به واحد. طيب اول حاجة الفعل اللازم من القطعة دي، ان الامل عند الانسان متجدد ما بقي على قيد الحياة. طيب بقي ادي فعل ليه مفعول به
الفعل اللازم اللي هو ملوش مفعول به. نشوف كده مع بعض. برافو عليكم، بقي هو الفعل اللازم علشان ملوش مفعول به. طب الفعل بتاعه فين؟ واحد يقول لي على. ايوه كده، ما بقي هو اهو في الحته دي كده، في فاعل مستتر مستخبي بسميه ضمير مستتر تقديره هو. برافو. الفعل اللي بينصب مفعولين يظن، لما نرجع للشرايح بتاعت الافعال اللي بتنصب مفعولين هتلاقي اول فعل يظن او ظن، يبقى يظن هو الفعل المتعدي اللي بينصب مفعولين. طيب اذكر هما مين المفعولين بتاعه. يظن هو الامل صعب المنالي. نشوف مع بعض. اول حاجه الامل، برافو. يظن هو الامل، الامل ايه بقى؟ صعب. برافو عليكم. الفعل المتعدي لمفعول واحد مفيش غيره، يصنع. بيصنع ايه؟ الطموح. برافو، الطموح هو المفعول به. جميل. اجعل العبارة التالية لجمع المذكر السالم، متى تبتعد عن التعصب يصح بدنك؟ لما احول الجملة دي الى جمع مذكر سالم اوعى تجمع غير الكلمات اللي المفروض تجمعها فقط. ايه الكلمات اللي انا هجمعها هنا؟ متى هتبقى زي ما هي، واقول متى تبتعد، متى تبتعد، انا بكلم واحد قدامي. لما اجمع بقى هقول متى تبتعد عن التعصب يحصل ايه؟ يصح بدنكم. برافو عليكم. بص بقى السؤال ده جميل جدا، بقول لك فيه اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة. الربط هنا بأداة شرط، يكون عندك أمل تنال ما تريد. دول جملتين متباعدتين، عايز أربط بينهم وأخليهم جملة واحدة ويكون فيهم أداة شرط جازمة. بص بقى معايا، متى يكون عندك أمل تنال ما تريد. هتقول لي يكون كان فيها واو وحذفت الواو ليه؟ علشان متى أداة الشرط الجازمة بتعمل إيه في الفعل اللي بيجي بعدها؟ بتحذف منه حرف العلة. برافو. نفس الكلام مع تنال، خليتها تنل علشان أداة الشرط الجازمة بتحذف حرف العلة. برافو عليكم. ملخص الدرس بتاعي هنقوله كده في عجالة، بقول لك الفعل عندي لازم ومتعدي، والمتعدي في متعدي لمفعول به واحد، وفي متعدي لمفعولين بهما، وفي متعدي لثلاثة مفاعيل بها. الفعل اللازم هو اللي بيرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، بمعنى أن الفعل اللازم لا يأتي أصلا معه مفعول به. الفعل المتعدي هو اللي بيرفع فاعل وينصب مفعول به واحد أو اثنين أو الأفعال المتعدية اللي بتنصب ثلاثة مفاعيل، مهمة جدا عشان دي اللي ممكن نتلخبط فيها، هم دول أرى أنبأ نبأ أعلم أخبر. خلاص. يبقى انتهت حصتنا النهارده، اتمنى ان هي تكون حصه سهله ومفيده، ومعادنا الحصه القادمه ان شاء الله مع الفصل الثاني عشر بعنوان اخطر معارك عقبه من قصتنا المقرره علينا فاتح افريقيه او عقبه ابن نافع. كان معكم محمد الهادي معلم خبير باداره اسوان التعليميه. أترككم في رعاية الله وأمنه، وألقاكم دائما على خير إن شاء الله.